روتانا كانت بتخاف مني جدا، وفي نفس الوقت عنادية عند رهيب عند لمجرد العند. ما هي زيك يا غادة. ما انت عنيدة برضه. يا بنتي يا حبيبتي ما تاكليش يا ماما كتير. يا حبيبتي اصحابك كلهم في المدرسة رفيعين. روتانا انا مبسوطة من نفسي كده، انا شايفه نفسي احلى واحده. قولها جايبه الثقه دي منين؟ ايوه كان عندي ثقه طب الحمد لله. الحماره او الحمار اللي قال لك لا بس انت تخيلي. طب والله الثقه تحسب لها. احنا مش منك انما يعني ما كنتوش سلسين مع بعض. لا 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 احنا كنا بنجري ورا بعض في البيت على اي حاجه. واللي اطلبه تعمل عكسه. إيه روتانا من فضلك ما تصبغيش شعرك عشان انت لسه صغيره عشان هيبوظ شعرك. الاقيها تاني يوم عاملاه احمر. لا حول ولا قوة الا بالله. بصي اي حاجة اقول عليها لا لازم تكون تاني يوم معمول.